أنا رجعت. أهلا وسهلا. كأنه رجعت الكهرباء. بابا شو صار؟ ليش وشو هيك؟ ما بعرف، ما قال لي شي بنوب. بابا قال لي شو صاير؟ ولا شي، اجوا رجال على المحل وكسروا كله وبعدين راحوا. طيب ليش؟ ما بعرف ليش يا بنتي. يعني معقول ما تعرف من هنن وليش عملوا هاي؟ لا يا بنتي ما بعرفهم أبدا، ما بعرفهم ولا صدقوني. طيب هنن كان بدون مصاري منك لحتى اجوا عملوا هاي؟ ما بعرف، ما قالوا شي، فاتوا كسروا وطلعوا. طيب انت رحت خبرت الشرطة؟ لا يا بنتي لا، ما عاد في داعي لروح على الشرطة بنوب. شو هالحكي هاد؟ شو رحنا عايشين بغابة؟ قومي بيرنا خلينا نروح على الشرطة يلا. ما في داعي نروح، ما بدي أخرب الليلة الحلوة تبعك. بابا تخرب، بابا تخرب. لكن معقول نحنا نسكت على اللي صار معه؟ يلا بابا قوم يلا. ما منقدر. طيب ليش؟ لا تعصبوا مني. احكي بابا. هو بصراحة أنا كنت بعرف مين هدول الرجال بس مو كتير بعرفهم. أنا فتت برهال معهم، هاي هي الحقيقة. تفضلي، هاي مسلسل جديد من إخراج أيهان أوزجان. حلو. بعرف، الحق معك، أنا دائما بكذب وبألف قصص وحكايات جديدة، بس شو بدي أعمل؟ ما قدرت أحكي، خجلت. بالله خجلة؟ ليش انت بتعرف الخجل يا بابا؟ بيرنا ما بظن يا بنتي، الحق معك، يعني ما بيصير قول اني انا خجلت. انا عبء عليكم، بعرف هالشي، بس كل اللي بدي اياه وبفكر فيه هو بصراحة مصلحتكم انتو التنتين بس. بدي حياتكم تكون حلوة، بس ما مشي الحال، ما قدرت اعمل هالشي، ما طلع بايدي. كل مرة بترجع بتعيد نفس القصة، بدي مصلحتكن ومشانكن عم بعمل هيك وبتوقع بنفس الغلط وبتورطنا معك. أنا عم بحكي غلط أختي؟ اهدي شوي. كيف بدي اهدى مشان الله؟ اسمعني بابا، إذا رحت لعبت قمار بحق فاتورة الكهرباء رح يقطعوا الكهرباء عنا، عم تسمع؟ وطبعاً أكيد إذا لعبت وما دفعت للناس مصاري اللي بدهم إياها رح يجوا يعملوا لنا مشكلة كبيرة. يا ترى فكرت بهالشي ولا لا؟ بيرنا خلص. لا مو خلص يا أختي، مو خلص أبداً. ليش بدك ياني اسكت؟ مو سمعانا شو اللي عم يحكي أبي؟ هوس، قومي وخدي هالكياس كلها على المطبخ يلا، نحن جوعانين كتير، خلينا نجهز شي لحتى ناكل يلا. قومي بسرعة، ليش قاعدة؟ يلا يلا. أنا جبت لكم رز معي. يا ربي دخيلك، شو هاد كل يوم بيجيب رز؟ والله حاسة رح تطلع من معدتي شجرة رز بالأخير. أنت معصبة؟ معصبة؟ إيه كنت معصبة، بس شو بدنا نعمل؟ مشي الحال. قديش ديونك؟ شو قلتوا لك؟ والله الأسبوع الجاي بعطيك ياهم كلهم، بحلف لك. لا تلعب معي. 250,000. عم تسمع؟ 250,000 بدك تدفعهم كاملين، وإذا ما دفعتهم رح ناخد بيتك ومحلك كمان. عم تفهم؟ خمسة وعشرين. تمام، أنا بحلها. من وين بدك تدفعي؟ انت ما معك مصاري. ما بعرف، باخد سلفة، باخد قرض، ما بعرف، منلاقي حل. تمام، لا تزعل، خلص روق. ماشي، مشان ما يزعل بابا نحن منضل زعلانين، مو هيك يا اختي؟ سكتي بيرنا. رح اسكت وما بدي اتعشى، انا شبعانة كله انتو. الرز ظريف مو هيك بنتي؟ على القليلة بقدر أعمل شي واحد منيح.
معقول أعرف بقصة مشروع الطاقة؟ من الأخبار مو منك أنت يا حفيدي أونور؟ حاسك أنه ما عاد في أي أهمية لوجودي بالشركة. كنت رح خبرك بكل شيء ستي. أمتى؟ وقت تخلص كل المشروع؟ كنت رح خبرك بكل شيء بس يصير واضح. توقعت أنه الأحسن أعطيك بيانات واضحة. هالحكي كتير منطقي، بس المنطق هو أنه نعمل الشيء اللي منعرفه. نحن بشغل الطاقة ما في عنا قوة أبداً، ما منفهم منيح بكل التفاصيل ولا بالجوانب اللي فيها مصلحتنا ولا الجوانب اللي ممكن تأذينا لبعدين. أونور كان بده يدرس هالتفاصيل كلها وبعدين يقدم لك إياها بتقرير مفصل. لو سمحتي عم وجه الحكي لأونور. أنا بكون صاحبة هاي الشركة وأونور المدير العام. أنتي ليش عم تتدخلي بموضوع ما بيخصك أبداً؟ فهميني. سمعني يا ابني، شغلنا بمجال البناء والسياحة ماشي بشكل ممتاز، ومهنة جدك بصناعة المواد الغذائية بتكفي وزيادة بتكفي. بس هامش الربح بمجال الطاقة كبير يا ستي. الطمع الزايد بيسبب الخسارة الكبيرة بالأخير. يعني بدنا نضل نتفرش؟ بمجال شغلنا نحن قوايا كتير، ما هيك؟ من زمان الزمن تغير. أنا خلص قلت كلمتي ومالي موافقة على مشروع الطاقة يلي عم تحكي عنه. هو بصراحة أنا كنت عم فكر بصناعة مستحضرات التجميل من زمان، يعني قديش رح يكون حلو نفوت بهالمجال؟ يعني ما في شركات كتير بالبلد فايتة بهذا المجال، على القليلة ليومنا هاد. شو رأيكم؟ موافقة ستي؟ ما شاء الله وشك لحاله في عليه كل شي بخص هي الصناعة. ما فهمت ليش لحتى نفتح مصنع؟ وانت سيد كايا شو في عندك؟ يا ترى عندك شي حلم انه تفتح شركة بمجال غريب؟ مع الأسف مدام زمورات، انا مثل ما كنت عم اقول من قبل، بعد ما طلقت ألارا عشت بحالة من الفوضى، بس بتحسن ان شاء الله. انبسطت كتير بالعشاء معكن، عن جد شكرا لألكن. شكرا. لا كايا لا تقول هيك لو سمحت. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ انت بتكون ابو لكان وكمان ابن هذا البيت، مزبوط؟ شكراً كتير إلكن. وهلأ اسمحوا لي استأذن، رح روح شوف كان وأقعد شوي معه وبعدين رح أمشي. تفضل الإذن معك سيد كايا. نحن منعرف بالعادات القديمة، بعد هالوقت بتصير البيوت صغيرة بالنسبة إلها. ماشي، شكراً كثير لك. صحة وعافية للجميع، رح أطيهم بالإذن. شوفكن أكيد. تصبح على خير. شكراً كثير. كيفك يا حلوة؟ خير شكراً إلك. أنت كيفك؟ أنا بخير كتير منيح. شو كأنه قبلنا نام؟ أنت متقصد تساوي هيك؟ شو يلي متقصد تساوي؟ أساساً طلع علينا من زمان حكي كتير، مو أنت عم تهتمي بابني؟ بلا أنا بهتم فيه. مو كانت ألارا مبسوطة كتير بزواجها؟ كانت كل مرة تجيب رجال على البيت باعتبار إنه هذا صهر العيلة. بس يا ستي لا تحكي ولا كلمة يا بنت. مو واضح إنه أمك خلص تعبت من الشيء اللي حضرتك عم تعمليه؟ أما مشانك أنت اسمعني منيح، بما إنه نحن منكون شركة عائلية فأكيد الناس رح يصيروا يسألوا وين هي العيلة. ما فهمت شو يعني؟ اللي عم قوله إنه السلطة بتناسب رجال العيلة، يعني مثل جدك ومثل أبوك. هلأ صار دورك أنت لحتى تكبر هي العيلة وتتحمل المسؤولية كاملة بكل شيء. كل ما كبرت العيلة أحسن،
والمدير المتزوج بيعطي ثقة بالشغل أكتر. يعني بالأخير شو ما عملت بدك تتزوج أنور، مشان هيك لازم تفكر بتأسيس عائلة قبل ما نتابع. ايه ماشي خلص فهمت. دائما نفس الأسطوانة. أسطوانة؟ بعتذر ستي بس هي آخر مرة بحكي بالموضوع، أنا ما رح أتزوج مرة تانية، هذا الموضوع سكرته نهائي، عم تفهمي؟ إذا كنتي عم تحلمي بشي بخصني فياريت تضلي بالواقع. صح أنا شبعت. هديتي شوي ولا لا؟ انت منيحة؟ عادي لا تاكلي همي، أصلاً ما عاد في شي ممكن ينفع مع أبي. بس هو بيزعل. لا عن جد؟ يا حرام، طلع هو الضحية ونحن الغلط. خلاص خلاص مشان الله بلا ما نحكي عن أبي، كل مرة منحكي بهذا الموضوع بحس إني رح جن وما بعرف شو بيصير لي. طيب خلاص خبريني شو عملتي بالمدرسة؟ كيف كان يومك؟ يومي كان غريب شوي. أوه احكي بسرعة قولي لي شو اللي صار، عم بسمعك يلا. اليوم حطوا بالصف تبعي ابن أخته للسيد أنور، بس هذا الشي كان مهم كتير لكل المدرسة، فهمتي علي؟ لك يا بنتي أنا مو من الأول خبرتك، صعب إنه ما حدا يلاحظ وجودك، لك حتى المدير انتبه لوجودك. ايه وحتى أنور منتبه، يعني لما يقول ايه انا بعرف زينب بحس كأنه عم بتقولي أنور منتبه علي؟ شو كأنه صرتوا قراب من بعضكم؟ لا هو نحن تقابلنا بممر المدرسة 5 دقايق ووقفنا وحكينا شوي بس مو أكتر. بس هيك؟ هالشي بكفي؟ هو أنور بيوغلو رجال لطيف كتير، أنا ما كنت متوقع أنه هيك يكون، يعني لطيف وطلع متذكرني من الوقف. طيب إيه شو يعني إذا تذكره؟ كنت عم تقضي وقتك كله بالمؤسسة تبعه. شو دخل هي بهي أختي؟ وإذا كنت عم بشتغل هنيك في كتير ناس كمان عم يشتغلوا، مو أنا الوحيدة اللي كنت هنيك. شو بيعرفني؟ قلت هيك لأنك الوحيدة اللي بتشتغلي هنيك ببلاش. خلصنا بيرنا. طيب تمام ماشي ما عاد احكي شي، شكرا كتير لهم والله يحميهم ويرزقهم اكثر واكثر. قولي امي هنن اعطوني منحه دراسيه لهيك ما رح احكي عليهم ابدا. ايه والمؤسسه عاملين عشاء بكره؟ ايه وأنور كمان رح يجي يا ترى؟ ايه رح يجي. يعني رح تقدري تحكي معه ويمكن هالمرة تحكوا لوقت أطول. غليظة قاعدة عم بسمعك فكرت رح تقولي شي مهم، مو وقت الغلاظة تبعك مشان الله بيرنا. مدام نالان شفت آهو هي طالعة من غرفتك. انتي متأكدة؟ ايه متأكدة، أساساً الصبح تفاجأت بوجودها، مفاتيح المكتب كانوا معها، أخدتهم من السيد أنور. إيه ماشي بس بصراحة قديش ضلت بغرفتك وشو كانت عم تعمل جوا ما بعرف. وشو كانت عم تعمل جوا ما بعرف، ما في داعي تعرفي كل شيء، أنا رح أتصرف خلص فيك تروحي، بس أعطيني موبايلي. تفضلي. شكراً. ألو بخصوص هي آهو مساعدته لأنور، فيك تجيبي لي معلومات كاملة عنها؟ بدي كل شي كل شي حتى أدق التفاصيل، بدي أعرف تاريخها كله، مين بتكون هي ومن وين،
وشو جاب لهم؟ جيبي لي الشي اللي مخبى، مو الشغلات اللي هي عم تقولها. غريب كتير، حاسس إني عم شوف حدا تاني. طبيعي إنه تحس بهالشي، الأضرار اللي سببتها القنبلة على وشك كانت كبيرة. شكراً لك دكتور، أنت أنقذت حياتي. أنت اللي أنقذت حياتنا حضرة القائد، شكراً لك. ومو مرة واحدة بس، هالشي كان كتير، شو ما عملنا فنحن ما حنقدر نوفيك حقك. خلينا نشوف شو رح يعمل. تعال. سرحات؟ أمي؟ سرحات ابني؟ يا روح قلبي حبيبي أنت. قلت لنا نستنى بالبيت بس ما قدرنا وإجينا دغري. ألبير؟ تعال لعندي. ألبير يلا قري. يلا. شافه أكثر من مرة بس ما تعود عليه. رح تتعود يا بطل، لا تخاف. شو رأيك نطلع على المراية؟ عاجبك شكلي؟ هلا ولا قبل أحلى؟ بس على فكرة بالحالتين أنت أحلى مني. بيرنا هلأ واعيين بينا كتير قديمة؟ وشو مناسبته هالسؤال؟ ولا شي، هيك خطر عبالي. انت بالعادة ما بتفكري بهاي القصص، شوفي قولي لي اختي. سمعتهم بالمدرسة كانوا عم يحكوا علي أنا وبرا، بعرف كان شكلي مكركب وأواعيي كلها مبلولة، قالوا ما عندي ذوق أبدا. وهذا الشي زعلي؟ هنن ما بيعرفوا وضعنا ابنهم، الحق معهم، شو بدي أحكي؟ هنن ما بيفهموا. بس أنا ما بينت قدام حدا إني سمعتهم أو حتى تضايقت من الحكي. آها، هاي أختي اللي أنا بعرفها. أنا رح خليهم يندموا لأنه حكوا عليكي بهاي الطريقة. قومي معي. تعالي لهون، مو وقت الجنان تبعك هلأ. خلصنا بقى أختي، ما عاد في تراجع، بكرة رح تفاجئ الكل. ليكي بكرة رح خلي الكل يحاول يتعلم اللبس منك، وبس يشوفوك يقولوا كلهم أوه معقول هاي بتكون الأنسة زينب، شوفوا قديش اليوم طالعة حلوة. لا تبالغي، ما كتير بهمني الموضوع، بس كنت عم بحكي لك شو صار. بس أنا بهمني. لكن بكرة رح خلي الكل يندم، الأواعي اللي رح لبسك ياها رح تطير عقل الكل. يلا قومي، لسه قاعدة بهدوء عم تشربي، قومي يلا. تعالي. طيب يلا، يلا. الحمد لله أنك ارتحت من العذاب ابني. هاد اللي بالصورة هو أنا؟ ولا هاد يلي ما قدر إنه يتعرف على حاله؟ أنا مين؟ يا عمري شو صار لك أنت؟ ليش هيك عم بتقول؟ حتى لو تغيرت ملامحك أنت لساتك نفسك. أنت ابني يلي قلبك كتير نظيف وبنفس الوقت قوي كتير كمان. ما عم بقدر اتعود على شكلي. رح تتعود يا ابني، بكره بتتعود. بدك وقت، وقت وبتشوف بعدين، رح تنسى كل يلي صار. خلينا ننسى الماضي وكل المشاكل يلي صارت معنا ونرتاح، بتنسى العمليات وبتنسى الوجع والتعب، حتى هدول الواطين اللي كانوا السبب بكل هالشي اللي صار معك. الكل رح تنسى كل هالشي يا روحي. بس أنا ما عدت مثل الأول. يا سرحات، أنت هون
لساتك عايش، انت معي. ألف حمد وشكر لك يا رب، الله يحمي لي إياك. عملت كل يلي بتقدر عليه يا روحي، وقفت مع الكل وما قصرت مع حدا، وهالشي رجع لك كل. لازم نشكر ربنا وإلا منندم. معك حق أمي، الحمد لله. دائما حبيبي، دائما. ليك تتذكر هاي الصورة؟ كنا مبسوطين كتير بهداك الوقت، حنرجع نكون هيك. بتمنى لو كانت لسه معنا. في علاج لكل شيء إلا للموت يا ابني. بتمنى لو فيجان كانت عايشة وقدرت تشوف ابنها هو وعم يكبر، بس ما فينا نعترض على القدر ومشيئته. شوف هذا أغلى هدية. أي صح، وهلأ خلينا نحكي عن شوية أمور ضرورية. ممنوع أنك تتعبي حالك من بعد اليوم، أنتي صار لازم ترتاحي، عدي بالبيت يا سحر سلطان. لك شو هالحكي هاد؟ أنا ما بقدر أقعد بالبيت. خلاص أنا طبط يا أمي، وعم بقدر أتحرك شوفت عينك، ورح دور على شغل فوراً. يعني سهل تلاقي شغل؟ سهل سهل، بحكي مع كنان إذا بتتذكري. ها؟ قال لي إنه عم يشتغل مع عائلة بيوغلو، ما قدرت لاقي الرقم تبعه عندي، بكرة بروح بشوفه. إذا كان لسه عم يشتغل هنيك فهي الشركة ضخمة، إلا ما يكون في شاغر ويشغلوني عندهم متأكد. لك يا ابني اهدى، لسه ما طلعت من المستشفى، بتضلك متحمس ما شاء الله. نحن طالعين أمي، خدي الشنطة يلا. شوف ما أحلى يا روحي. لنشوف هاد، رح نبلش بهذا الفستان ماشي؟ يلا أختي قيسي لشوف. لا لا مستحيل، ما بدي، مو حلو. ماشي، ما تضايقي حالك بنوب أبدا، منلاقي شي أحلى منه. ورجيني لشوف في هدول. ليكي شو رأيك؟ ايه حبيتهم كتير ولونهم حلو. وقفي لشوفهم، بنوب مو حلوين، ما حبيتهم، مبينين كتير عاديين ومملين، في أحلى منهم بكتير. سني شوي لحظة لشوف هاي. ايه هاي حلو لشوف. كتير القبة شكلها بجنن. استني وقفي شوي، والله ماني عارفانة شي، القبة شكلها غريب مثل أواعي الأولاد الصغار. بنوب مو حلوة، خلص تركيه على جنب ما عجبني. لقيتها، خليكي هون لا تتحركي أبدا، راجعت لك. يا الله شو رح يطلع حلو عليكي، استنيني شوي. وين حطيته يا ترى؟ زينب رح فاجئك. تا تا تا. لا لا رجعي، هذا مشان تخرجك، ما رح ألبسه، يلا خدي بيرنا يلا. لك اختي انا رح ألبسه مرة واحدة بالتخرج، شو بصير اذا لبستيه بكره؟ يعني ما بدي، ما رح ألبسه بيرنا. مسكي يلا لشوف، لا تعذبيني. لا تعملي هيك مشاني، والله بزعل. لا لا خلص كله قولي تزعلي مني، تمام رح ألبسه. ها تعي هاتي عبوطة، رح تطلعي مثل القمر، انا كتير بحبه. طيب يلا روح. رحت. صباح الخير يا بطل، شو واقف عم تعمل؟ ولا شي. كنت عم تراقبني؟ تعال لشوف، اعترف بسرعة ولا بعاقبك. ها كنت عم تراقبني مو؟ اعترف يلا اعترف. ماشي ماشي. بقدر اعترف لك بشغلة؟ أنا اشتقت لك كتير لما كنت بالمشفى. وأنا كمان بحسك نفسك لما أحكي معك، بس لما بتطلع على وشك بستغرب شوي. بستغرب كيف صرت هيك صح؟ هلأ أنت بتتذكر كل شي ما هيك؟ طبعاً بتذكر كل شي. بتذكر لما رحنا نصيد سمك، ووقتها اصطدنا 3 سمكات كبار كتير، وبعدها أكلناهن كلياتن على العشاء مو صح؟ مرة نبلينا بالمي أنا وياك، والمي عبت أواعينا كلها، وأنت مرضت وأنا صرت دير بالي عليك. تتذكر هالقصة؟
طيب قلي، انت بتتذكر امي ولا لا؟ ايه بتذكر. انا ما بتذكر بنوب. فيني قلك سر صغير؟ شو هو قلي؟ بس لا تقلها لستي. ايه انا ما بدي اياها تبكي. انا اشتقت لامي كتير. وانا اشتقت لها كمان. بتمنى لو اقدر شوفها بالحلم. اكيد رح تشوفها شي يوم يا بطل. لا تروح على الجنة وتتركني ماشي، لانه وقت انا رح اشتاق لك. طيب بوعدك. الكلمة تبعك جاهزة وحليت موضوع تنظيم المدعوين. تمام، وهيك كل شي جاهز. قديش رح ناخد وقت؟ يعني ممكن يكون حوالي ساعتين سيد أنور. سيد أنور، المكان جاهز، بتقدر تتفضل. تمام، شوفك عن قريب. مساء الخير سيد أنور. مساء النور، طالعة حلوة. شكراً كتير إلك. اسمح لي رافقك للطاولة تبعك. أنا بعرف المكان، شكراً، ما في داعي تعطلي شغلك. أنسة زينب، ممكن شوي؟ جاية فوراً.